مساء الخير عليكم في حلقه جديده ويوم جديد يا رب وموسم كمان جديد. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا انا بقالي كام يوم مش بطلع هوا عشان بنستعد للموسم الجديد ومجهزين لكم مفاجآت وحلقات حلوه جدا جدا جدا. وزي ما الموسم الاولاني نجح بيكم وبتليفوناتكم وتشجيعاتكم ودايما ان انتوا بظهرنا، ان شاء الله هنعمل افكار حلوه قوي ومنيوهات حلوه قوي. هنحاول دايما ندي معلومات بطريقه مبسطه زي ما انتوا متعودين مننا دايما، وان شاء الله كل اللي انتوا عايزينه هتلاقوه موجود عندنا. ودايما طبعا تتواصلوا معانا سواء على ارقام التليفون اللي بتظهر قدامكم على الشاشه او على صفحه البرنامج. تمام، النهارده عاملين حلقه مشويات، بعمل كده حلقه جديده نستقبل بيها الموسم الجديد. اتسالت كتير قوي على تتبيلات المشويات سواء الفراخ سواء اللحمه والكفته والكلام ده كله. مفيش حد فينا مش بيحب المشويات وبيبقى عايز يعملها في البيت بطريقه وطعم زي شويه اللي احنا بنجيبه من بره. النهارده هنشوي فراخ وهنشوي ريش ونعمل كفته وهنعمل كذا حاجه مع بعض. النهارده هتشوفوها هشتغل في التتبيلات كلها مع بعض ونبدا نسوي واحده واحده. اول حاجه عندي تتبيله الشوي بتاعه اللحوم. تتبيله شوي اللحوم محتاجه عندي كيلو ريش وعندي كمان كيلو لحمه فليتو. للتتبيله محتاجه كمان كوبايه ميه بصل ونص كوبايه ميه طماطم ونص كوبايه زيت واتنين معلقه كبيره، وعندي معلقه كبيره بهارات الشوي اللي انا هقول لكم مقاديرها ايه بعد شويه هنزلها لكم على الشاشه، وعندي كمان ملح وفلفل اسود. هقول المقادير مره كمان للتتبيله بتاعه الشوي. انا محتاجه عندي كوبايه ميه بصل، نص كوبايه ميه طماطم، ونص كوبايه زيت، ومعلقتين كبار عسل ابيض، ومعلقه كبيره بهارات شوي وملح وفلفل، وكيلو ريش وكيلو لحمه فليتو. تمام، دي اللي احنا هنشتغل بيها للحمه. ممكن برضو اشتغل معاكم في حاجه تانية معاها، هنشتغل في تتبيله السجق. تتبيله السجق عندي سجق، عندي ميه بصل، وعندي كمان ميه طماطم. ولما انا بقول ميه بلاش نبشر عشان البشر اللي فيه ده بيتحرق لما بنشوي فبيديني طعم مش حلو وبيخليني المشويات عندي محروقه من بره وفيها حاجات جوه مش مستويه، فخلينا شغالين بالميه بلاش نبشر عشان الطفل ده بيتحرق معانا دايما. عندي سجق، عندي برده ميه بصل وميه طماطم وعصير ليمون وملح وفلفل. تعالوا نشتغل اول حاجه في التتبيله بتاعه اللحوم. هجيب كده بوله، تمام، وهبدا في تتبيله الريش واللحمه. تمام، تتبيله الريش واللحمه هما نفس التتبيله. طب ليه انا بستخدم لحمه مثلا فليتو مش لحمه مكعبات؟ الفليتو ده اكتر جزء يعني بينفع ان احنا نشويه اكتر من اللحمه المكعبات، والموزه ده مخصوص للشوي لانه بيستوي بسرعه بياخدش وقت والانسجه بتاعته بتبقى مستويه تماما معايا بمجرد ان انا بشوي. فانا التتبيله اللي انا هعملها دلوقتي للحمه وللريش، يبقى الجزء اللي انا لو عايزه اشوي لحمه هشتغل باللحمه الفليتو. خلاص، هجيب معايا ميه بصل اهو بالشكل ده كده، عصير طماطم، تمام، وهبدا احط معلقه كبيره من بهارات الشوي. دي بهارات الشوي اللي معايا وهقول لكم برده مقاديرها ايه دلوقتي. هجيب بس معلقه احط كده، تمام، اشيل البولات دي كده، وهبدا اجيب نص كوبايه زيت احطهم عليها. ده زيت زيتون، ممكن استخدم زيت عادي، تمام. دي على التتبيله كلها، انا هتبل فيها اللحمه وهتبل فيها كمان الريش. احط كده، محتاجه نص كوبايه على ميه البصل وعلى الطماطم اهو، تمام جدا كده معايا. هحط عليهم العسل، هحط كده النص التاني وهحط معاهم معلقه العسل، بسيطه جدا، ميه بصل، ميه طماطم، عسل ابيض، وعليهم بهارات الشوي، وهحط ملح وفلفل بس ما كترش عن معلقه بهارات الشوي لان هي اصلا كمان بتبقى مملحه الطريقه اللي احنا عملناها مع بعض، وهنزلها لكم على طول.
تمام. هجيب كده الملح والفلفل وابدأ احط الملح والفلفل بتوعي، معلقة كده صغيرة ومعلقة صغيرة فلفل اسود. تمام اهو بالشكل ده. ده كده بهارات اللحوم. اي حاجة عندي فيها لحوم، لحمة، ريش، هستخدم البهارات دي. مية بصل، مية طماطم، وعندي ملح وفلفل، وهحط معلقة كبيرة من بهارات الشوي اللي هنقولها كمان شوية، وعندي كمان معلقة عسل. خلاص هلبس بقى جلوفز وابدأ احط اللحمة بتاعتي والريش. انا بقسمها لكم تتبيلات، يعني تتبيلة الفراخ المشوية، تتبيلة الكفتة او ازاي نعمل كفتة الحاتي، وتتبيلة السجق، كل حاجة لوحدها فيها تتبيلة. فهنحاول كده نجزأها مع بعض. طبعا كل ما قعدت في التتبيلة كل ما هتبقى حلوة جدا معانا. اهو احط اللحمة بتاعتي بالشكل ده كده. بصوا اصلا لون التتبيلة كمان حلو جدا، من الطماطم ومية البصل، والعسل كمان بيديها تلميعة كده. اهو زي ما انتم شايفين كده. هحط معاهم الريش لان هما الاتنين لحوم، فمفيش مشكلة، مش لازم احط كل واحدة في مكان. وهبدأ ان انا اخلط كل ده مع بعض. بصوا التتبيلة لونها ازاي حلوة ازاي، اهو الشكل اللي انتوا شايفينه ده. تتبيلة سهلة وبسيطة وما فيهاش أي حاجة. هم بعتولي على الصفحة اليومين اللي فاتوا بجد تطبيقات برضو حلوة جدا، وحاجات انتوا عملتوها من البرنامج في منتهى الجمال، عاملينها أحلى كمان ما عملناها في البرنامج. تسلم إيديكوا، ودايما بستنى منكم التطبيقات اللي تبعتوها لي، وان شاء الله الموسم الجديد هنحاول نعمل حاجات تفيدكم كمان اكتر. في حاجات كتير قوي اتطلبت معايا، ابتديت ان انا اعملها كجزء من الفقرات الثابته في البرنامج. ان شاء الله الاسبوع ده هتشوفوا معانا حاجات جديده وحاجات حلوه جدا. هروح بقى بالتتبيله دي على الشوايه. تمام نروح كده على الشوايه، ممكن احطها هنا مكان دي كده. هاني ممكن تاخد دي بعد اذنك. وهبدا اشوي اللحمه بتاعتي زي ما اتفقنا، كل ما هتقعد اكتر كل ما هتديني طعم حلو جدا. فلو نعرف نعمل التتبيله دي مثلا قبليها بيوم بالليل تبقى حلوه جدا. تمام اهو بالشكل ده كده. هفرد كده التتبيله والريش نفس الموضوع، وهبدا احطهم يتشوا بالشكل ده كده. تمام اهو. حط ممكن شو واحدة هنا كمان كده كده هتكش شوية، ونبدأ نكمل هنا. أنا بقى مش هحط زيت خلاص على الشواية لأن أنا حاطة في التتبيلة اوريدي زيت. ريحة التتبيلة بتاعت الشوي حلوة جدا. أهو وهبدأ أحطها بالشكل ده كده. تمام حط دول هنا عشان ايه نسيب مكان للفريخ. ممكن لو محدش عنده شواية زي دي مفيش مشكلة نشتغل على أي طاسة سخنة جدا، مثلا ما تكونش بتلزق، نسخنها كويس جدا مثلا على البوتاجاز ونشتغل فيه. فعندنا الاختيارين، ممكن نشوي على الشبكه بتاعت الفرن مثلا، الشبكه دي مثلا بتاعت الفرن اهي زي ما انتم شايفين كده، الشبكه دي احط عليها الحاجه اللي انا هشويها، ويبقى من تحت في صينيه مثلا مستطيله او حاجه
فيها ميه تاخد مني كل الحاجات اللي هتنزل عشان ما تنزلش على الصاج بتاع الفرن. خلاص فعندي كده وعندي كده، دي كانت تتبيله اللحمه والريش. خلاص انا مش هسيب بقى التتبيله دي، مش هرميها ولا حاجه، هزود كل شويه بيها. خلاص هسقي كده عليها اللحمه والريش. معاكي يا ياسر؟